أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم لقاء خاص، والتي تدخل في إطارية تغطية المتواصلة لتخليد فعاليات ذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ العثماني. في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص نستضيف لكم السياسية الناشطة السياسية فضيلة منتي الشيقر. مساء الخير. إذن في البداية، الرئيس محمد بن الشيخ القزواني حكم موريتانيا منذ العام 2019. خلال هاتين السنتين يتحدث أنصار الرشوري عن العديد من الإنجازات في ميادين ومجالات مختلفة. طبعا سيدة فضيلة، في البداية تحدثينا عن هذه الإنجازات بصفة عامة. طيب، شكرا على السانحة. سيد الرئيس، كما تفضلتم ذو سنتين حاكم، وذو السنوات الثنتين كانوا حافلات بالإنجازات على جميع الأصعدة وفي جميع الميادين. والإنجاز الأول واللافت هو جو اللي خلق سيد الرئيس، الجو العام، الجو السياسي العام اللي خلق سيد الرئيس، اللي طبعوا الانفتاح والمسؤولية والثقة بين الطيف السياسي. وهذه التهدئة نجم عنها على أنها سمحت بانخراط جميع الكتل الحية في العمل التشاوري، في التشاور والتفكير في قضايا الوطنية العالقة كاملة، وسمح بتشكل كتلة سياسية قوية متماسكة. بذقت عنها لجنة تحقيق البرلمانية، وانشات منسقية عام بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، والتشاور بينها دائم، مثلا مفتوح التشاور دائم. وهذا الجو فصل الحقيقة يذكر فيشكر. ما مصيوب عنا كانت التهدئة تخلق وتسامع الناس اللقاء وتجابر على مسائلها كاملة. وذا الحمد لله ما تحقق في ذو سنوات ثنتين، في بدايتهم قاع من بدايتهم اللي احنا نعيشه، هذا الجو اللي أعطى النتائج الهامة. هذا الحضور كما أشرتي للتهدئة وتطبيع ما بين النظام والمعارضة والمعارضين المعروفين بمواقفهم المتشددة، خلق بجانب من آخر غيابا لصوت معارض ضاغط على النظام وعلى سياساته. لا ترين هذه السلبية طبعا يتحدث عنها البعض؟ لا أتفق البتة مع البعض اللي عاد يقول علن المعارضة ما تشتغل ولا ما تتخالق. المعارضة موجودة وما زالت تتعدل عملها. اللي تغير شنو؟ الظروف اللي كانت تعدل اللي عادت متاحة للمعارضة والموالاة معا فياك يعدلوا عمل سياسي مشترك وعود عملهم تكامل. يتعدل المعارضة عملها كمعارضة في جو هادئ، وتعدل الأغلبية هم اللي عملها كأغلبية في جو يطبعه الهدوء. هذا يصنع معارضة من نوع آخر. نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي والأصوات الغير مضبوطة والغير مقوننة، يعني حريات مفتوحة على فضاءات مفتوحة. غياب المعارضة الحزبية والجمعوية يصنع ذيك المعارضة، يصنع ذيك الأصوات اللي المعارضة عاد عندها صدى. المعارضة بالنسبة لي مفهوم أساسي، ما هو بدرجة أنه يتميم يعني يعود لأخبار الوسائط الاجتماعية. الوسائط الاجتماعية فعلا فضاء فيه الناس كاملة، فيه ذاك المضبوط وذاك العادي وذاك المتوسع. قد تعود المصداقية ما هي لاحقة قد ذاك، حتى يغير بعد وجود أصوات ولو خافت تصيف نفسها بالمعارضة. ذم كتل كبيرة من الشباب ومن الناشطين والمدونين اللي داعمين توجه الرئيس، فخامة الرئيس السيد محمد أحمد الشيخ القزواني. إذا أن الفضاء نعملوه كاملين، تعملوه بمعارضة اللي تسموه أنتم معارضة، ونعملوه هم اللي إحنا كأغلبية. إذا متاحنا كاملين. لكن هو التأثير، القضية مسألة التأثير والصدى اللي يجبر صوت المعارض، يحتاج لضبط، يحتاج لنوعا ما يعني نقوله قوننا من أجل السيطرة على الخطابات مهما كانت.
بالنسبة لكن الإطارات الحزبية إذا لم تكن موجودة معناها أنها تخلق نوع من الفوضى. إحنا ما قلنا أنها موجودة. هي أنا ما لا أتفق معك أنها ما هي موجودة. هي موجودة والفوضى ملي ما هي خالقة ما هي خالقة قاع اللي ذا جو التهدئة اللي خالق ضرب ضفاء بظلاله على جميع الميادين. معناها أن عادت المعارضة مسؤولة وعادت الأغلبية مسؤولة وعادت هيك الناس مولي اللي ماسينها ما هي ذاك ولا ذاك اطقع لي هذاك الجو التهدئة العام وعادت الأمور. في الجانب السياسي هذا طبعا سيلقي بظلاله على مختلف الجوانب الأخرى. طبعا النظام وضع مجموعة من التعهدات لا نتحدث عن السياسي منها لأنه لا يهم أو لا يمس المواطن الموريتاني المواطن العادي بشكل مباشر. ربما تشاور ما بين النظام والمعارضة في السياسات العامة للحكومة والله زاد من أجل تصحيح الأخطاء إذا كانت موجودة. لكن نتحدث الآن عن الجوانب الاجتماعية الجوانب التنموية بالنسبة للمواطن الموريتاني وما يلامسه. ماذا قدم الرئيس محمد بن شرقي القزواني خلال 24 شهر؟ جيد. بالنسبة للجانب الاجتماعي هو الجانب اللي أضقى على عمل السنوات الثنتين على العمل خلال السنوات الثنتين. والسيد الرئيس محمد أحمد الشيخ القزواني حاضر في ذهنه دائما الوضعية اللي كان يعيشها الفئات المهمشة والفئات الأكثر تهميشة ومنحاز لها بصفة عادة ملحوظة وارية العيان. أول وصوله للسلطة اللي تذكروا إنه يوم ما أحد عقشت من 2019 إنشاء مندوبية التآزر اللي تأسست يوم 29/11/2019. إذن بعد 3 أشهر عدل بعد قاع إطار مؤسسي ياك ينضبط به الحالة يساعد في تقليص الهوة اللي خالقة بين طبقات المجتمع. بالنسبة للحياز وللفئات الهش دائما لا نقولوا على انه الظروف اللي طغت قاع على ذو السنوات الثنتين كانت ظروف خاصة بها اللي جات في جائحة كورونا. وجائحة كورونا كان لابد لهم تصدي خاص وذاك وعاه السيد الرئيس ولقى في خطابه 25 مارس 2020 حزمة من الإجراءات للتخفيف من وطأة آثار الجائحة. وهذه حزمة الإجراءات وطبقت وشافت نتيجتها مباشرة على المواطن ذيك 20,000 سلة غذائية و210,000 أسرة استفادت من تحويلات نقدية حوالات نقدية. ونختار نقول على أن السيد الرئيس عندما جه هو أي حل له يخلق المشكل مطروح يلا يشخص المشكل وتشخيص المشكل الحقيقي وتصنيف الفقر وأماكن الفقر والمتعلقات كاملة اللي متعلقة بالفقر خلقت بصيفة شفافة وآلية جيدة جدا ولا بد من ينوه بها. ذلك قال له السجل الاجتماعي اللي عدل السيد الرئيس وعدل مسح على جميع أنحاء الوطن وسجل جميع المواطنين هذا يعطي صورة حقيقية عن الوضعية المعيشية لكل أسرة موريتانية لوضعيتها الحالية. وهذا السجل الاجتماعي على ضوءه هو اللي خلقوا التدخلات اللي عدل السيد الرئيس. إياك ذي الحوالات المالية وذي السلات الغذائية توصل المستحقيها الحقيقية. وإياك لا خلقوا برامج تنموية يخلقوا على ضوء معطيات صلبة وصادقة واضحة ومقبولة على معايير واضحة ما يقدر حد يوخر منها الأصبع. إذن عندنا بعد قاع
عندنا قاعدة بيانات واضحة الوضعية الحقيقية للمواطنين. سيد الرئيس واضحة حصول 100,000 أسرة، 620,000 شخص تقريبا تمثل 15% من ساكنة موريتانيا. هذا بالنسبة لي إنجاز عظيم. بالنسبة للانحياز للفئات الهشة والمهمشة، لا نقول عن العمالة، والله العمال بصفة عامة الحلقة الأضعف منهم الحمالة، الحمالة هم كانوا الحلقة الأضعف من شقيلتنا. الحمالة وعدل لهم إنجاز زاد هو عظيم. تسجيل الحمالة في صندوق الضمان الاجتماعي، حصولهم على الضمان الاجتماعي وحصولهم على التأمين الصحي الشامل، هذه لفتة كريمة من السيد الرئيس للفئات الهشة والمهمشة من شعبه. بالنسبة للتحسين المستقبل دائما اللي نتكلم عن التعليم. التعليم ذاك اللي كان خالق له مشي السيد الرئيس كل حد يعرفه، وناتج عن ياسر من التراكمات ومشكل حقيقي عضال، ولا نقدو نفكروا في مستقبلنا ما هو لا فكرنا في إصلاح التعليم. كون السيد الرئيس يعدل مجلس أعلى للتعليم يتعاطى مباشرة مع السيد الرئيس، هذه لفتة واهتمام بالتعليم. كونوا على أنه في خطابه في عيد الاستقلال الماضي زاد علاوة البعد ضاعف للمعلمين وعمم علاوة الطبشو وعادت تجبر 12 شهر تنصرف 12 شهر بدل منها كانت تنصرف إلا 9 شهر. هذا فصل الحقيقة مهم ويا الله ينذكر ويشكر. نعم نحاولوا على عجالة الوقت ما ثمن ياسر ننقص الجوانب الأخرى اللي تتعلق بالاقتصاد، المحور الاقتصادي. ماذا قدم الرئيس خلال من الحلول لمعالجة نحن نعاني من مجموعة المشاكل الاقتصادية هي اللي أخرت طبعا الدولة عندها بعض المقدرات الاقتصادية، نتكلم عن ثروة حيوانية وثروة سمكية وثروة معدنية، لكن في النهاية لم تتم الاستفادة منها خلال السنوات أو العقود الماضية. انظروا شنو هي الاستراتيجيات اللي وضعها الرئيس خلال هذه الفترة، ولا طبعا نعرف أنها فترة قصيرة ولا يمكن مثلا نقول على نفهم استراتيجيات قد تنجح خلال سنتين، لكن ندور شيء ماذا اضافت لحياه المواطن الموريتاني وما سيساهم في بناء مستقبل افضل بالنسبه للشعب وللدوله بصفه عامه. جيد. بالنسبه للحياه الجانب الاقتصادي اللي نقول على التنميه الحيوانيه، انشاء قطاع خاص بالتنميه الحيوانيه، ان هذه لفته وتنم عن رؤيه ذاقبه للاقتصاد نحن وبنيه الاقتصاد نفسه. وطبعا انشاء قطاع مستقل مولي للزراعه، هذا نفس الشيء مهم وهام. الاقتصاد عموما حاكمين معايير دوليه وحاكمين ظروف عامه احنا تتحكم فينا. يا غير خليني نرجع شوي محور التعليم، لا نقول على ان التعليم انتشات في ذي الفتره في ذو السنوات الثنتين انتشات 63 مؤسسه تعليميه بين التعليم الاساسي والثانوي مجهزه طبعا، وتم اكتتاب 6,000 مدرس، وفم مشروع طموح في الاماكن الريفيه لبناء مساكن للمدرسين. الصحة مولي اللي هي من أهم الأمور الولوج للخدمات الاجتماعية، لا نقول على أن الصحة خلق في هذا الإنجاز اللي قلنا اللي هو التأمين الصحي لهذا. غير الصحة سيد الرئيس أجبرها متهالكة وجبرنا عندنا 12 غرفة إنعاش هي قد اللي عندنا على عموم التراب الوطني، واليوم عندنا 348 غرفة إنعاش.
هذا طفرة في أخبار اللي انعاش، ودشنا نهار وذا مستشفى محمد بن زايد المتخصص في الكوفيد، ووحدة لإنتاج الأكسجين. هذا هو اللي هذا إنجاز. وانتشات بتنات 20 وحدة صحية مجهزة تجهيز حديث، وعموا سيارات الإسعاف، وخلقت وندارت 22 سيارة إسعاف على الطرق. كان مطلب دائم وخلق الحمد لله. لهنا نتكلم عن تكلمتوا عن الاقتصاد شوي. نعم. لهنا نقول على ذي الحوالات النقدية تخلق دفع الاقتصاد، حركية اقتصادية، حركية اقتصادية محلية بها اللي تضخ سيولة وتحط تتحرك هذا وتخلق عمالة، وفيها نوع من 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 هذا. لهنا نتكلم شوي عن الحوالات المالية الدائمة اللي في إطار برنامج تكافل. لنقول أعلنها كانت 30,000 أسرة هي اللي مستفيدة من هذه الحوالات الدائمة اللي كل شهر تنعطى لها، واليوم عادت 82,000 أسرة. وفي برنامج السيد الرئيس كانت مبرمج لها 100,000 أسرة، إذا أن قربنا نسبة 82% من تعهد السيد الرئيس في أخبار في أخبار الحوالات النقدية وأخبار تكافل. تمام. إذا نحن في مرحلة معينة عندنا هذه الإنجازات اللي تحدثوا عنها، عندنا 3 سنوات ما زالت باقية من الفترة الانتخابية للرئيس. نستشرف في المستقبل، نحن ننتظر ماذا ننتظر من الرئيس خلال هذه السنوات الثلاث المقبلة؟ ننتظر منه الكثير. مثل على سبيل المثال ننتظر منه الكثير. شوف احنا السيد الرئيس شنو البرامج اللي يتم التركيز عليها؟ احنا مكبرين الكرش في السيد الرئيس. السيد الرئيس بيننا احنا هو عقد اجتماعي، فهمت؟ وقعه هو البرنامج الانتخابي، برنامج تعهداتي وقعه هو بيمينه، ووقعناه احنا بالتصويت عليه. اذا انا بيننا ذاك العقد، وذاك العقد احنا مطمئنين على انه له يوفى به اللي الى قسنا الفتره الزمنيه الحاليه وشفنا نسبه تقدم، اذا هو ذاك يعطيك صوره على انه ماشي فياك يتحقق ذاك العقد. واحنا ما لنا طالبين كاع منه اكثر من ذاك اللي تعهدنا به يخلق، وماشيين اللي على انه له يخلق ان شاء الله. نعم. تعالى. اذا شكرا جزيلا لك الناشطه السياسيه فضيله متشيكر، كنت ضيفه معنا في هذه الحلقه من برنامج لقاء خاص التي تدخل ضمن فعاليات التغطيه المستمره المتواصله لتخليد ذكرى ثانيه لتنصيب رئيس الجمهوريه. شكرا جزيلا. اشكر موصول لكم ايضا متابعينا ومشاهدينا الافاضل في كل مكان. الى ان نلتقي، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل. اترككم في امان الله وحفظه.